في اجتماع دولي جوار ليبيا، مصر تطرح مبادرة لاستعادة دور الدولة الليبية وسحب سلاح الميليشيا. أجواء إيجابية في مفاوضات سد النهضة بالخرطوم، ووزير الري يؤكد أن نهر النيل هو شريان للتكامل والتعاون وليس للتوتر. 7 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة، وانتشار لقوات الاحتلال البرية على حدود القطاع. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم. إلى تفاصيل الأنباء، طرح وزير الخارجية سامح شكري مبادرة مصرية تهدف إلى استعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات المسلحة دون تمييز وبشكل متزامن. جاء طرح تلك المبادرة خلال افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا في القاهرة. مساعدة الشعب الليبي الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها. بهذه الكلمات بدأ وزير الخارجية سامح شكري كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال اجتماعات دول الجوار الليبي والذي تنعقد فعالياته بالقاهرة. ومنذ بداية ثورة 17 من فبراير أكدت مصر ثوابت تعاملها مع الوضع في ليبيا شقيق، بدءا من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك احترام إرادة ورغبة الشعب الليبي، بعيدا عن محاولات بعض الأطراف التي تأبى أن يستكمل الشعب الليبي ثورته باتجاه إقامة نظام سياسي مستقر. هذا وقد دعا شكري الحضور لتبني المبادرة المصرية لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات. وتحقيقا لهذه الأهداف، فإنني أطرح عليكم أن يتبنى محفلنا هذا مبادرة يقوم الوفد المصري بتوزيعه نصها الآن في شكل إعلان يصدر عن المشاركين في هذا الاجتماع، ويشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذي يتطلب تعاونا وتكاتفا بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية. التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة. كما أكد شكري على ضرورة إيجاد الوسائل والأساليب العلمية الأنسب من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود. يحمل هذا الاجتماع رسالة أهم مفادها أن مصر هي الأكثر حرصا على مصالح شقيقة ليبيا، وأنها ستظل دائما الأم الحانية والشقيقة الكبرى ليس فقط لجيرانها بل لكافة دول المنطقة. من مقر انعقاد المؤتمر، أمل صبري، النيل. وتبقى معنا للمتابعة من مقر جماعة الدول العربية في القاهرة مراسلة النيل أمل صبري. أمل، كان من المفترض أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عما توصل إليه المجتمعون من الوزراء، ماذا تم حتى الآن حسب معلوماتك؟ تحياتي لك ولكل مشاهدي النيل للأخبار. ما زالت الجلسة المغلقة وزراء خارجية دول الجوار الليبية مستمرة، والتي بدأت منذ أكثر من 5 ساعات. وقد علمنا من مصادر مطلعة أن المشاركين يبحثون حاليا كيفية التصدي لتطورات الأوضاع في ليبيا وكيفية دعم ومساندة الدولة وتقويتها عبر تفاهم سياسي يسمح بإلقاء جميع الأطراف للسلاح دون تمييز، واستعادة ليبيا لقدرتها وبسط سيطرتها وسيادتها على كامل أراضيها، وهو مضمون المبادرة المصرية التي طرحها وزير الخارجية سامح شكري، والذي كان قد أعلن في كلمته الافتتاحية عن موقف مصر الثابت
وتعاملاتها مع الوضع في ليبيا بدءا من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وكذا احترام إرادة الشعب الليبي بعيدا عن أي محاولات يقوم بها بعض الأطراف التي تأبى أن يستكمل الشعب الليبي ثورته باتجاه إقامة نظام سياسي مستقر، وهو ما يظهر واضحا في مواصلة اتخاذ تلك الأطراف لمواقف سلبية تمثل آخرها في تصعيد وتيرة أعمال العنف في العاصمة الليبية ومدينة بنغازي وهي ثاني أكبر محافظات ليبيا، وكل ذلك في سبيل الحصول على مكاسب سياسية. إذن أمل، من الواضح أن الاجتماع المغلق استمر لأكثر مما كان متوقعا. بالضبط، ونحن الآن في انتظار خروج وزراء الخارجية وانعقاد المؤتمر الصحفي وإعلان البيان الختامي الذي يوضح ما آلت إليه هذه الاجتماعات. طيب سنعود إليك مرة أخرى أمل حينما يتحدد موعد انعقاد المؤتمر الصحفي. أمل صبري مراسلة النيل من مقر جامعة الدول العربية. على صعيد التطورات في ليبيا، قال مدير مطار الأبرق الدولي شرق البلاد إن مهاجمين مجهولين قاموا بإطلاق صواريخ جراد على المطار دون أن تلحق به أضرار. ومن ناحية أخرى اختار مجلس النواب الليبي العقيد عبد الرزاق النضوري رئيسا للأركان العامة للجيش خلفا للواء الركن عبد السلام العبيدي. الضبابية تبقى هي المسيطرة على المشهد الليبي في ظل الانقسام السياسي وانتشار الميليشيات المسلحة، ومع استمرار الوضع الأمني على صفيح ساخن لا تشهد المطارات الليبية حالة من الهدوء. فقد قال مدير مطار الأبرق الدولي في شرق ليبيا إن صواريخ جراد أصابت المطار لتستهدف واحدة من بوابات العبور الحيوية إلى ليبيا منذ أن ألغت مصر وتونس جميع الرحلات إلى العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي لأسباب أمنية. وعلى وقع ذلك دعا مسؤولون ليبيون المجتمع الدولي إلى مساعدة طرابلس في حماية حقول النفط والمطارات وسائر مرافق الدولة. وفي إطار محاولات السيطرة على الأوضاع الأمنية المتردية أقر مجلس النواب الليبي تعيين العقيد عبد الرزق الناظوري رئيس للأركان العامة للجيش، وتم ترقيته إلى رتبة لواء ليخلف بذلك اللواء ركن عبد السلام جاد الله العبيدي رئيس الأركان الليبية السابق. ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع قرار يؤكد على ضرورة وقف الاقتتال والدعوة إلى الحوار وإيجاد توافق سياسي في ليبيا. ومما يزيد من تعقيدات المشهد الليبي هو وجود برلمانين متنافسين أحدهما في العاصمة طرابلس والآخر في مدينة طبرق. وقد دعت ميليشيات فجر ليبيا إلى عودة المؤتمر الوطني العام القديم الذي دعا بالفعل أعضاءه إلى اجتماع الأسبوع الجاري لاتخاذ ما يلزم من تشريعات، غير أن مجلس النواب المنتخب اعتبر فجر ليبيا وجماعة أنصار الشريعة جماعات إرهابية وطالب قوات اللواء السابق خليفة حفتر بمحاربتهم. متواصلون معكم نواصل معكم متابعتنا. شدد وزير الموارد المائية والري حسام غازي على ضرورة وضع أرضية مشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان كي يكون نهر النيل شريانا للتكامل وتعاون وليس مصدرا للتوتر. وأضاف مغازي في الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للجولة الرابعة لمفاوضات دول حوض النيل أن مصر لن تكون ضد التنمية في دول حوض النيل طالما أنها تراعي المنافع والمصالح المشتركة والإدارة المتكاملة للموارد المائية. وأشار مغازي إلى أن أجواء إيجابية سادت الجلسة الأولى لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. دكتور عباس، ها هي جولة جديدة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، ماذا تتوقعون هذه المرة؟ وأيضا الطرف السوداني الآن يعني أعلنوا أن هم السودان ليست وسيطا بل كان جزء عصير المباحثات، وبالتالي الجو مهيئ للوصول الى اتفاق. فاحنا ولكن انا احذر من استهلاك الوقت، فنتمنى ان شاء الله ان اللجنه تصل او ان المفاوضات تصل الى تشكيل لجنه علميه لدراسه توصيات اللجنه الدوليه اللي تم تقريرها العام الماضي، وهذه الدراسات هي التي سوف تحدد الارتفاع الأمثل والسعة المثلى لهذا الخزان
وتحديد مدى ضرره أو آثاره السلبية على كل من السودان ومصر. أيضا مصر إن هي والسودان يعني يبقى فيه من عندهم فنيين موجودين أثناء البناء. نستشف من المباحثات والتصريحات الصادرة من الطرفين تطمينات من الجانب الإثيوبي بعدم إلحاق ضرر بالجانب المصري، وتأكيد أيضا على حرص مصر على حق الدولة في التنمية، لكن شريطة ألا تضر بنصيب التاريخي لمصر. يعني من خلال ما تبعناه من هذه المراعاة للمنافع والمصالح المشتركة، يعني ما الأفق الذي يمثله ذلك في العلاقات المستقبلية بين هذه الدول؟ هو الحقيقة إلى الآن الكلمات طيبة من جميع الأطراف. نتمنى إن شاء الله أن هذا الجو يسود غدا، لأن هتبدأ مناقشة النقاط الهامة واللي هي النقاط الشائكة اللي فيها خلاف ما بين الطرفين، وده اللي إن شاء الله نتمنى أن المباحثات غدا تتم على خير ويتم التوصل إلى اتفاق يعني يخدم الطرفين. طبعا إحنا دلوقتي مصر حريصة ونعترف ونقر أن إثيوبيا لها حق في التنمية بما لا يضر بالمصالح المصرية، فبالتالي هذا مبدأ هام جدا، لا ضرر ولا ضرار، هي القاعدة التي انبنت عليها هذه الجولة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. شكرا جزيلا لك دكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. بحث رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب مع نظيره المالي موسى مارا مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وشدد محلب على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، الاستثمارية والصناعية والثقافية والتعليمية. ومن جانبه أعرب مارا عن تطلع المالي لدعم مصر ومساندتها للتعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات. أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير مقتل 14 تكفيريا في حملة أمنية موسعة جنوبية الشيخ زويد ورفح بمحافظة شمال سيناء. وأشار سمير إلى أنه تم تدمير 32 بؤرة إرهابية من العشش والمنازل التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة ومستشفى ميداني ومصنع للعبوات الناسفة. كما تم ضبط 11 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية يتم استخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية. قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بجولة مفاجئة لتفقد فعاليات الحملة الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لنقل الباعة الجائلين من شوارع وسط المدينة إلى منطقة جراج الترجمان. وتواصل محافظة القاهرة تسكين الباعة الجائلين في أماكنهم بمنطقة جراج الترجمان. من جانبه قال اللواء ياسين عبد الباري رئيس حي غرب إن عدد من تسلموا الكروت حتى الآن بلغ 380 بائعا، مشددا على أنه تم التنبيه على هؤلاء الباعة بالبدء في عملهم، وموضحا أن المحافظة تعمل الآن على تسكين من لم يتوافر له مكان في المنطقة. المتابعة معنا عبر الهاتف مراسل التلفزيون المصري محمد عبد الصبور. محمد، كيف هي الأجواء لديك؟ هل تم تسكين من كان مقررا تسكينهم اليوم؟ نعم، يعني بالفعل هو قرار من قبل الحكومة كما وصفه المواطنون، سواء عملية نقل الباعة الجائلين من قلب العاصمة إلى جراج الترجمان، وأيضا إعادة الانضباط وإعادة الوجه الحضاري للشارع المصري. يعني سرعان ما بعد تم نقل الباعة الجائلين عمليات الطلاء ورش الشوارع وتنظيف الشوارع من جديد، وسط فرحة كبيرة من قبل المواطنين ومن قبل المرء في المركبات وأيضا من قبل أصحاب المحلات التجارية في قلب العاصمة. بالفعل اليوم تم نقل عدد من الباعة الجائلين إلى جراج الترجمان، كلهم حسب المنطقة المحددة له في المكان المخصص له. يعني البعض يعني يرى في القرار أنه إيجابي، والبعض يتحفظ بعض الشيء نظرا لي يعني عدم تعود المواطنين في التعامل مع الباعة في هذه المناطق، أو ربما يعني عدم معرفة الزبائن لهذه المنطقة. طبعا هذا يحتاج إلى بعض الدعم الإعلامي وبعض يعني تعريف السادة المواطنين بالأماكن الجديدة للباعة الجائلين حتى يسهل التعامل معهم.
طيب الخطة القادمة محمد، يعني لاستكمال نقل الباعة الجائلين إلى هذه الأماكن التي تزيد على 1000 مكان في منطقة عمان، الخطة القادمة هل ستبدأ على الفور مثلا من الغد لاستكمال تسكين العدد الباقي؟ يعني بالفعل يمكن نتحدث على ما يقرب من 1200 بائع تقريبا، يعني وفقا لنقابة الباعة الجائلين متركزين في شارع رمسيس ووسط البلد ومنطقة الأسعاف. هناك تم تحديد يعني بعض الأماكن المحددة، لهم يتبقى بعض الأماكن الأخرى، يعني هناك طبعا ده كله هيبقى مؤقت إلى حين الانتقال في منطقة وبور الثلج القريبة من ميدان عبد المنعم رياض. فبالتالي بعض الأماكن الأخرى الحكومة تحاول جاهدة في يعني إيجاد بدائل أخرى لهؤلاء الباعة الجائلين. محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري، وأفادنا باستمرار عملية تسكين الباعة الجائلين في منطقة الترجمان. أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 11 من أكتوبر القادم جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية. جاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة بالقضية، وتعود وقائع الأحداث إلى 5 من ديسمبر من عام 2012، حيث وقعت اشتباكات بين أعضاء الجماعة والمتظاهرين في محيط قصر الاتحادية، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص. دعا فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إلى التعاون الدولي على المستويات كافة ليبدأ بالتعاون الفكري والثقافي من أجل مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية، وأشار إلى أن مصر بفضل الأزهر الشريف لم تشهد الفكر المتشدد إلا في بدايات القرن العشرين في أعقاب ظهور بعض الجماعات المتطرفة فكريا. وأكد علام في تصريحات صحفية اليوم أنه لا يجوز تحت ذريعة الإرهاب التدخل في شأن الدولة وإهدار مبدأ سيادة الدول، مشددا على أن الأمن الفكري جزء كبير من تحقيق الاستقرار في المجتمع، ومجددا دعوته للإعلام بعدم ترديد مصطلح الدولة الإسلامية الذي أطلقه تنظيم داعش الإرهابي على نفسه. من تطورات الوضع في غزة، استشهد 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية جديدة على القطاع، ليرتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوان المستمر منذ 7 أسابيع إلى 2123 شهيدا ونحو 10,000 جريح. في غضون ذلك انتشرت المركبات العسكرية وجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حدود قطاع غزة. لا يزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرا، حيث سقط ضحايا جدد نتيجة للغارات الجوية على مناطق متفرقة بالقطاع، كما تعرضت البنية التحتية لخسائر جديدة تجسدت في تدمير عشرات المنازل والمساجد. هذه جريمة حرب، هذه دار مدنية، والدار كمان ما فيش فيها حدا، ليش ضربوها؟ دار لا فيها صواريخ ولا فيها مقاومة، كلهم مدنيين اللي ساكنين فيها، ليش ضربوها وليش بضربوا الناس؟ شوف انت دمار كامل، الحي كامل عبارة عن 10 دور كله تدمر بالكامل. مصادر سياسية إسرائيلية ذكرت أن الحرب على غزة ستتواصل حتى تحقق أهدافها حسب ما زعمت، وتتمثل في نزع سلاح المقاومة، معتبرة في الوقت نفسه أن تل أبيب ملتزمة بالمبادرة المصرية لإقرار التهدئة في القطاع. وقد انتشرت المركبات العسكرية وجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حدود قطاع غزة، وذلك غداة تحذير رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أن هذه الحرب ستكون طويلة. على الجانب الآخر، تؤكد الفصائل رفضها للتهدئة الدائمة حتى تحقيق مطالب المقاومة، وتتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر وإعادة إعمار غزة، على أن تزيد مساحة المجال البحري للصيد من 9 أميال إلى 12 ميلا. لن نتنازل، لن نتراجع، هذه هي الرسالة للعدو الصهيوني، أنه نحن لن نتراجع ولن نستسلم، لن نتعود أن نرفع الراية البيضاء، ولن يحلموا أن يرونا نرفع الراية البيضاء في وجوههم، بل لن نرفع إلا السلاح في وجوههم ما داموا محتلين لأرضنا. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه دوائر طبية في غزة أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الشهر الماضي تجاوزت 2100 شخص، بينهم أكثر من 400 طفل، فضلا عن إصابة نحو 11,000 آخرين. من جانبها،
أعلنت الأمم المتحدة أن القتال الدائر في قطاع غزة دفع ب 25% من سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم. كذلك نتج عن الغارات الجوية الإسرائيلية تدمير نحو 100 مدرسة تابعة للأمم المتحدة لجأ إليها الفلسطينيون هربا من العدوان. أعلنت مصادر فلسطينية مسؤولة أن المسؤولين في مصر اقترحوا هدنة جديدة لوقف القتال في غزة تتضمن فتح المعابر والسماح بدخول مواد الإغاثة والبناء. وأشارت هذه المصادر إلى أن الفصائل مستعدة لقبول هذا الاقتراح إذا وافقت عليه إسرائيل، وأضافت قولها إن الاقتراح ينص على تأجيل المفاوضات على النقاط الخلافية التي حالت دون التوصل إلى هدنة طويلة الأمد إلى موعد لاحق. ومعنا محللا من غزة الكاتب الأستاذ طلال عوكل. يعني سيد طلال، مسؤولون فلسطينيون أعلنوا أن مصر اقترحت هدنة جديدة لوقف القتال في غزة تتضمن فتح المعابر والسماح بدخول مواد الإغاثة والبناء. هل تتوقعون بأن تقبل الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بهذه الهدنة الجديدة على ضوء المعطيات الأخيرة؟ يعني طبعا سمعنا حتى الآن، وهذا الكلام لا نستطيع أن نبني عليه الكثير بطبيعة الحال، أن الفصائل وافقت على المبادرة المصرية. طبعا صدر من جانب بعض قيادي حركة حماس نفي لهذا الخبر، ولكن يبدو أن الأمور تسير في هذا الاتجاه. المفاوضات جارية في القاهرة، ولكن في الجانب الإسرائيلي لم نسمع شيئا، لا وجود لوفد إسرائيلي، والوفد الموجود هو الوفد الذي يقصف في قطاع غزة. وإسرائيل لم تختلف الظروف بالنسبة إليها اليوم عما كان عليه قبل التهدئة الأخيرة، بمعنى أنها عادت من القاهرة لكي تحقق انتصار ثم تضغط على الفصائل حتى تتنازل الفصائل. هذا لم يحصل، لم تحقق انتصار، حققت فقط زيادة قائمة جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة. إذن نحن في الانتظار أن توافق إسرائيل، لا أن تنتظر إسرائيل خضوع الطرف الفلسطيني وأن يرفع الراية البيضاء لكي تنفذ إسرائيل عدوانها وتفلت من العقاب وأيضا تفرض شروطها. هل يستقيم الحديث عن هدنة طويلة الأمد في وقت تبقى فيه القضايا أو النقاط الخلافية والشائكة عالقة، وفي ظل أيضا التداعيات الميدانية والغارات المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة؟ لا طبعا، كيف يمكن الحديث عن تهدئة طويلة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي؟ وكيف يمكن من يضمن بأنه إذا وقعت تهدئة غدا أو بعد غد سيعود إسرائيل إلى المفاوضات بعد شهر لكي تبدي استعداد للموافقة على قضايا لم توافق عليها أصلا عندما كان القتال جاريا، وعندما كان الجنود الإسرائيليون يسقطون ويسقط طبعا مقابل ذلك يعني عشرات الفلسطينيين كل يوم. إذا نحن بحاجة إلى ضمانة، لأن أي اتفاق لحظي يؤدي أو يطلب وقف إطلاق النار، هذا وقف إطلاق النار ينبغي أن يكون إلى وفعلا كما تفضلتم يزيد المسألة تعقيدا كون حصيلة الضحايا تتصاعد يوما بعد يوم. الكاتب والمحلل السياسي السيد طلال عوكل، شكرا جزيلا لك. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي، الأطفال في غزة ليسوا كغيرهم في معاناتهم، فهم محرومون من التعليم بأمر الاحتلال الذي يدمر الأخضر واليابس بعدوانه الغاشم على القطاع. أطفال قطاع غزة تحدوا الاحتلال واصطفوا في طوابير تمثل بدء العام الدراسي الجديد، في إشارة إلى الحرص والإصرار على مواصلة التعليم تحت أي ظرف من الظروف. هي مدرستي، هي بيتي الثاني، فيها أملي وشوق غدي وضفاتر أحلامي.
ذاك كان لسان حالهم في كل عام وهم يستقبلون عامهم الدراسي، إلا أن الوضع هذه السنة مختلف تماما لهؤلاء الأطفال في قطاع غزة مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي حال دون انطلاق العام الدراسي الجديد. فبدلا من استقبال الطلاب هذا العام، مدارس أونروا استقبلت أكثر من 300 ألف نازح فلسطيني تركوا بيوتهم بسبب القصف الإسرائيلي الكثيف منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة منذ يوليو الماضي. ومع ازدحام المدارس والصفوف بالنازحين الذين أصبحوا يقيمون فيها، بات من المستحيل أن تعود الدراسة إلى طبيعتها. هناك رسالتان من هذه الفاعلية، الأولى أن هناك أمل بالنسبة لمستقبل أطفال غزة، الرسالة الثانية أنه على الرغم من الأوضاع الصعبة فإن الأونروا تقف إلى جانب اللاجئين في غزة. نحو 500 ألف فلسطيني لم يتمكنوا من العودة إلى مقاعد الدراسة هذا العام بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. عطلة المدارس الثلاث شهور لكل الأطفال العالم بيلعبوا فيهم، بفرحوا فيهم، بغنوا فيهم، وبفرحوا بعطلتهم الصيفية. إما إحنا محاصرين، إحنا بمراكز اللواء محاصرين، إحنا انقصفت بيوتنا، شنتنا المدرسية انحرقوا، أغراضنا انحرقوا. اليوم أول يوم مفروض إحنا يعني حضرنا بناتنا وأولادنا للدراسة وفرحنا فيهم وهم ذاهبين للمدرسة يدرسوا، بس للأسف الاحتلال حرمنا من هذه الأمنية، حرمنا من التعليم، حرمنا من الرجوع إلى بيوتنا. ورغم محاولات إسرائيل تدمير كل مناحي الحياة ومن بينها التعليم، حيث استهدفت آليتها 75 مدرسة منذ بدء العدوان على القطاع، تبقى آمال هؤلاء الأطفال في مواصلة تعليمهم الذي يعد أحد أهم أسلحتهم في مواجهة الدبابات المحتل والتي أبدا لن تستطيع أن تسكت أجراس هذه المدارس. في العراق أعلن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أن المحادثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بناءة، وتوقع اتضاح الرؤية بشأن برنامج حكومي موحد خلال يومين. ميدانيا قتل 11 شخصا وأصيب 32 آخرون في تفجير انتحاري استهدف مسجدا شرق العاصمة بغداد. مع استمرار العمل في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وسط تفاؤل من جانب رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بشأن المفاوضات الجارية مع الكتل السياسية لتشكيلها، تزداد فرص تشكيل حكومة لاقتسام السلطة يمكنها احتواء التوترات الطائفية والتصدي لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وجرت هناك عدة لقاءات وحوارات جادة مع الكتل السياسية لتكوين رؤية موحدة لبرنامجنا الحكومي للمرحلة القادمة. المفاوضات بشكل عام كانت إيجابية وكانت بناءة، وآمل سنتوافق ونتفق على رؤية موحدة للبرنامج الحكومي. فبعد تغلب العراق على الأزمة السياسية بتخلي رئيس الوزراء نوري المالكي عن منصبه لصالح العبادي، ما زال العراق يعاني من هجمات ومواجهات مع تنظيم داعش. فقد أصدر الجيش العراقي مقاطع مصورة تظهر قيامه بشن ضربات جوية على شمال مدينة الموصل مستهدفا مسلحي تنظيم داعش، مؤكدا في بيان له أن التنظيم قد تكبد خسائر بشرية ومادية جسيمة في تلك الضربات. كانت القوات العراقية قد انسحبت مؤخرا من مدينة تكريت التي يسيطر عليها تنظيم داعش بعد أن واجه هجومه الأخير مقاومة شديدة من جانب مسلحي التنظيم. من جانبها أحرزت قوات البشمركة الكردية تقدما على مسلحي داعش في بلدة جلولاء في ديالا، والتي أوشكت على محاصرتها من جميع الجهات بعد اشتباكات عنيفة بين الجانبين، فيما صدت هجوما منسقا من ثلاثة محاور على بلدة طوس خورماتو ذات الغالبية التركمانية الواقعة شمال بغداد. وتقوم قوات الجيش العراقي والبشمركة الكردية بعملية مشتركة لاستعادة السيطرة على ناحيتي جلولاء والسعدية في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.
يأتي هذا فيما سقط أكثر من 20 قتيلا في تفجيرين، أحدهما في منطقة تجارية بحي الشعلة شمال غرب بغداد، والآخر استهدف حسينية الإمام علي في منطقة بغداد الجديدة وسط العاصمة العراقية. بانوراما النيل مستمرة معكم، وفيها من أخبارنا أيضا: المعلم يؤكد استعداد سوريا للتعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك واشنطن لمكافحة الإرهاب. اجتماع دول جوار ليبيا، مصر تطرح مبادرة لاستعادة دور الدولة الليبية وسحب سلاح الميليشيات. أجواء إيجابية في مفاوضات سد النهضة بالخرطوم، ووزير الري يؤكد أن نهر النيل هو شريان للتكامل والتعاون وليس للتوتر. 7 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة، وانتشار لقوات الاحتلال البرية على حدود القطاع. الآن مع أخبار الاقتصاد. محمد سليمان يستعرض معكم المزيد مما تشهده هذه الساحة. شكرا لك ريهام وأشكرك أحمد. مرحبا بكم مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة، ونتابع فيها بعد الفاصل. الشركة القابضة للسياحة إيجوث تتلقى عروضا من شركات مصرية وأجنبية لإقامة مشروعات سياحية كبرى في مناطق محور قناة السويس. أرحب بحضراتكم مجددا، وهذه وقفتنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة، ونبدأها من القاهرة، حيث كشف وزير الاستثمار أشرف سلمان النقاب عن تلقي شركة إيجوث التابعة للقابضة للسياحة، تلقت 4 عروض من شركات مصرية وأجنبية لإقامة مشروع سياحي ضخم على أرض الشركة في العين السخنة. تصريحات الوزير جاءت خلال جولته بمنطقة شمال غرب السويس، والتي شملت المنطقة الحرة بميناء الأدبية وشركة النصر للأسمدة. مع انطلاق مسيرة العمل بمشروع قناة السويس الجديدة، أصبح إقليم القناة على موعد مع مستقبل واعد بفرص استثمارية هائلة تحقق له نقلة حضارية متميزة تضعه في مصاف ممرات التجارة وقلاع الصناعة العالمية، وهو ما أكد عليه وزير الاستثمار خلال جولته بالمنطقة الحرة بميناء الأدبية ولقائه مع عدد من المستثمرين فيها. إن الإمكانيات الموجودة النهاردة في مصر في مدن القناة بدءا من السويس والإسماعيلية وبورسعيد، الحقيقة بتتمتع هذه المدن بوجود القناة فيها، إنه المستقبل ده لازم ينمى ولازم يطور، لأنه القناة ملهاش مثيل في كل الدول اللي كنا بنتكلم عليها دي. الإرادة موجودة، الرؤية لبناء مشروعات تنموية موجودة. بدورها تستعد محافظة السويس لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي للمشروعات الاستثمارية المتوقعة فور إقرار المخطط العام لمشروع تنمية وتطوير إقليم القناة. احنا عندنا 5 مواجهات عامة ومتخصصة، عندنا طرق شبكة طرق إقليمية هايلة، عندنا كهرباء، وعندنا الغاز، وعندنا الطاقة المتجددة، عندنا الأيدي العاملة الماهرة والمدربة، لأن عندنا مراكز تدريب عديدة موجودة داخل السويس. كل المقومات موجودة. خلينا بقى، وبعدين عايز أقول أطمن حضرتك كمان إن مشروع تنمية قناة السويس بادئ من الأول في السويس، في المنطقة الاقتصادية في مغرب قناة السويس والمناطق الحرة، مش هنبدأ من الصفر، بس خلينا ننتظر ماستر بلان يقول لنا الأنشطة الاستثمارية الجديدة إيه اللي تزود القيمة المضافة للموضوعات دي كلها. هتلاقي إن السويس يعني هيبقى لها باع كبير قوي في المشروعين القادمين إن شاء الله. وأول بشائر الخير في هذه المنطقة الواعدة إعلان وزير الاستثمار تلقي شركة إيجوث 4 عروض من شركات عالمية لتطوير أرض الشركة بالعين السخنة لبناء فندق عالمي بسعة 112 غرفة. وخلال زيارة الوزير لمصنع النصر للأسمدة بشمال غرب خليج السويس التابع لقطاع الأعمال،
كشف رئيس الشركة عن تنفيذ توسعات بالشركة على مساحة 17,000 متر مكعب، ويتوقع أن تحقق أرباحا تصل إلى 800 مليون جنيه سنويا. وعقب ذلك التقى وزير الاستثمار مجموعة من المستثمرين خلال تفقده مبنى هيئة المنطقة الاقتصادية، واستمع لشرح حول رؤية الهيئة لتنمية وتطوير إقليم القناة خلال العقود المقبلة. وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ سياسة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات تراخيص الاستثمار بالمنطقة بالتنسيق مع ممثلي الوزارات المعنية. محمد أبو حمد، النيل. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر مايو الماضي ليبلغ 17.37 مليار جنيه مقابل 24.33 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 28.6. وأوضح المركزي للإحصاء أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 7.6% لتبلغ 18.57 مليار جنيه خلال شهر مايو 2014. وأشار الجهاز إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 13.6 لتصل إلى 35.93 مليار جنيه. كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي عن تحقيق الهيئة القومية للبريد أرباحا بلغت 150 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2014. وقال حلمي إن هذا الفائض المالي للهيئة لم يحدث منذ 10 سنوات، وذلك برغم زيادة المرتبات والحوافز للعاملين بالهيئة خلال هذا العام بما يتراوح ما بين 250 إلى 300 مليون جنيه. وإلى البورصة المصرية، حيث دفعت عمليات البيع لجني الأرباح مؤشرات السوق للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم بعد موجة ارتفاعات شهدتها السوق خلال الجلسات السابقة. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 521.5 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت 1.3 مليار جنيه. مشاهدينا، انتهت اخبارنا الاقتصاديه، ولكن بانوراما الرابعه ما زالت مستمره مع زميلي احمد سليمان وريهام رجائي. شكرا محمد سليمان. اعلن وزير الخارجيه السوري وليد المعلم استعداد بلاده للتعاون مع اي جهه دوليه بما فيها واشنطن من اجل مكافحه الارهاب. وشدد المعلم خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق على وجوب التنسيق مع السلطات السورية قبل القيام بأي ضربة عسكرية في بلاده من أجل ضرب معاقل الإرهاب، مشيرا إلى أن أي شيء خارج هذا التنسيق هو نوع من العدوان. ونفى المعلم وجود أي تنسيق مع الولايات المتحدة حتى الساعة، مجددا الدعوة إلى التزام دول الجوار بضبط الحدود وتجنب أي تعامل مع تنظيمي النصرة وداعش الإرهابي. أفادت مصادر بالمعارضة السورية بسقوط قتلى وجرحى جراء إلقاء الطيران الحربي البراميل المتفجرة في ريف حلب، بينما لقي 15 جنديا من الجيش السوري حتفهم إثر اشتباكات مع المعارضة المسلحة في منطقة دير العصافير. يأتي هذا بينما فجر مقاتل المعارضة نفقا للقوات الحكومية شمالية مدينة دارية، ودارت اشتباكات في مدينة حرستاف الغوطة الشرقية بريف دمشق. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يزور اليوم المملكة العربية السعودية في أول زيارة من نوعها منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني العام الماضي. تهدف الزيارة إلى إجراء مباحثات ثنائية بين اللهيان ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل تتناول القضايا الراهنة في المنطقة، خاصة تطورات الأوضاع في الخليج.
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الوزراء مانويل فالس قدم استقالة حكومته للرئيس فرانسوا أولاند، ومن جانبه قبل أولاند استقالة الوزارة وكلف فالس بتشكيل حكومة جديدة. وتأتي استقالة الحكومة عقب انتقادات وجهها وزير الاقتصاد الفرنسي أرنو موتنبورغ لسياسات الاقتصاد الفرنسي وحليفتها ألمانيا، مما أثار استياء رئيس الوزراء. يذكر أن الاقتصاد الفرنسي لم يحقق أي نمو خلال العام الجاري، بينما تقلصت شعبية الرئيس أولاند في الفترة الماضية. أعلن المتحدث الأمني الأوكراني أن اشتباكات اندلعت بين حرس الحدود الأوكرانيين وقافلة مكونة من عشرات المركبات والمصافحات العسكرية الروسية التي اقتحمت الحدود الأوكرانية صباح اليوم، وتبقى المواجهة جارية حتى اللحظة. في غضون ذلك صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو أبلغت كييف عزمها إرسال قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى شرق أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف لافروف قائلا إنه تم إخطار الجانب الأوكراني بمحتويات القافلة الجديدة، مؤكدا أنها ستسلك نفس الطريق التي اتخذته القافلة الأولى، وأنه يتوقع موافقة كييف، بالإضافة إلى تعاون رجال الجمارك وحرس الحدود من الجانب الأوكراني. تأتي تصريحات لافروف بعد أيام من دخول قافلة مساعدات روسية إلى أوكرانيا دون الحصول على موافقة السلطات الأوكرانية، ما أثار استياء كبيرا في أوساط الدول الغربية. всех многодневных мытарств, согласований, досогласований, пересогласований. متابعتنا مستمرة مع حضراتكم، ووافرتنا تلك المرة رياضية. أخبار الرياضة في هذه الفترة مع مصطفى ميزار. مصطفى.